من جديد برحب بيك كابتن ايمن تحياتي ليك وضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي، والف مبروك لحضرتك ونجوم الاستوديو التحليلي اللي معاك، والف مبروك لكل جماهير النادي الاهلي، اداء وفوز اكثر من رائع على فريق محترم فريق فاركو. سعدني بعد نهايه المباراه يكون معايا كابتن سامي قمصان. كابتن سامي الف مبروك، اعتقد ان انتوا عايزين المباراه عملتوه بدايه ولا اكثر من رائعه، اداء اكثر من رائع، 4 اهداف اعتقد يعني كمان كان ممكن النتيجه يعني مرشحه لزياده كمان. طبعا تحياتي كابتن ايمن وضيوف، طبعا زي ما انت قلت الحمد لله النتيجه مرضيه جدا بالنسبه لنا واداء، لكن اللي انا عاوز اكد عليه برضو يعني ما نغفلش جهد اللعيبه خصوصا الماتش اللي فات، اعتقد ان احنا ادينا برضو مباراه كويسه، ممكن ما كانش في عندنا توفيق زي النهارده، يمكن الفرص اللي جات لنا في ماتش صن داونز كانت اكتر حتى من الفرص اللي جات لنا النهارده، لكن النهارده الحمد لله قدرنا نستغلها وقدرنا الحمد لله نسجل 4 اهداف مهمين جدا بالنسبه لنا، والحمد لله مكاسب كبيره واهمها طبعا عوده شريف للتهديف، قفشه النهارده ما شاء الله بيوصل تألق، حسين رجوعه برضو نفس القصة، بيت اللعيبة كلها رامي أدى أداء مميز، هاني علي معلول السلية ديانج كل اللعيبة حتى بيرس ولويس لما نزلوا حسام حسن نفس القصة، فأعتقد الحمد لله الحمد لله حاجة نقدر نبني عليها، خصوصا الماتش الجاي مهم جدا بالنسبة لنا، مباراة مهمة جدا، لكن أعتقد يعني لو بنفس الإصرار دوت ونفس الاصرار اللي انت عاوز تكسب واللي انت عاوز تخلص الماتش بدري، اعتقد ان شاء الله ربنا ان شاء الله يكون كرمنا فيه وان شاء الله نقدر نحقق نتيجه ايجابيه فيه ان شاء الله. كابتن سامي اكيد باكد على كلامك ان الماتش اللي فات يمكن كان فيه فرص كتير لكن ما كانش فيه توفيق، اعتقد انتوا اسعد ناس في الدنيا ان الجمل اللي بنتفرج عليها في التدريب وبتعملوها بتتنفس في الماتشات الرسميه وكان بيخرج منها جوان، يعني كل الجمل اللي داخل منها جوان خاصه الاول 3 جوان احنا بنشوفها في التدريب يوميا معاكم. الحمد لله يمكن هو الراجل بيشتغل كتير وبيكرر كتير وبيشتغل على الجمل كتيره وازاي يربط بين اللعيب مع بعض، فقلت الحمد لله اللي كان مردوده كويس النهارده، لكن برضو هاكد ان دي مباراه خلاص عدت بالنسبه لنا، عندنا مباراه مهمه جدا جدا بالنسبه لنا في المجموعات، يمكن السنه اللي فاتت برضو كنا حاطين نفسنا في نفس الوضع دوت، يمكن خسرنا من سيمبا وتعادلنا مع فيتا هنا، ولكن قدرنا الحمد لله ان احنا نرجع تاني ونحقق البطوله، فاعتقد ان شاء الله ان حطينا نفسنا في وضع صعب، لكن ان شاء الله اللعيبه قادره ان شاء الله اللي ترجع تاني، لكن محتاجين دعم جمهورنا، محتاجين الفتره اللي جايه دي يكون في ثقه اكتر ودعم اكتر للعيبه، واعتقد ان شاء الله اللعيبه ان شاء الله مش هتخذلهم باذن الله. كابتن سامي يمكن يعني من مكاسب المباراه كمان بغض النظر عن النتيجه الكبيره، لكن كمان النهارده اكثر من لاعب في تدوير، في لعيبه يعني حمدي فتحي خد شوط وخرج ديانج خد شوط، اعتقد ده بتعمله بشكل اكثر من رائع خلال المباراه خاصه مع الضغط. انت عارف ان الفتره اللي جايه دي كلها يعني بنلعب كل ثلاث ايام مباراه، يعني عندنا النهارده ثلاث، عندنا السبت مباراه، عندنا الثلاث وبعد كده السبت تاني تلعب صن داونز، فاعتقد مهم جدا اللعيبه كلها تشارك تاخد دقائق كتيره يبقى في ريكفري كويس، لان ما عندناش فرصه ان انت تريح اللعيبه، فاعتقد الحمد لله لما برضو النتيجه كانت مريحه بالنسبه لنا قدرنا نعمل تغييرات ساعدتنا، برضو في نفس الوقت اللي كان برضو حمدي عنده انذار وراجل كان متخوف برضو اللي هو ياخد انذار تاني، لكن في الحمد لله برضو كانت في صالحنا، يعني ديانج برضو شارك الحمد لله بأدى اداء مميز، واعتقد الحمد لله ان النهارده يوم كويس بالنسبه لنا وان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله في المباراه القادمه باذن الله. كلمه اخيره تقولها للاعبين والجمهور خاصه النهارده اكثر من لاعب يتالق وبيأدي بشكل اكثر من رائع للمباراه الثانيه على التوالي. بشكرهم طبعا على الجهد دوت والاصرار دوت وتحمل مسؤوليه في وقت صعب، انت عارف لما بتخرج من هزيمه خصوصا النادي الاهلي مش متعود اللي هو يتلقى هزيم يعني، لكن اعتقد الحمد لله اللعيبه رجعت تاني فرضت شخصيتها على المباراه، كانت شخصيه قويه جدا في المباراه وقدروا يستفادوا بحاله فاركو في البدايه، اللي قدرنا كان عندنا اسرار اكتر وعندنا تصميم اكتر اللي احنا نخلص المباراه بدري، فاعتقد الحمد لله طبعا ربنا كلل جهودهم بالمكسب، لكن بقول لهم بقى عندنا مسؤوليه اكبر المباراه الجايه، وان شاء الله انا واثق ان انتم ان شاء الله هتكونوا قدها وان شاء الله تحققوا طموح ورغبات جمهور النادي الاهلي ان شاء الله. جماهير النادي الاهلي اللي مامنه بيكم ودايما في ظهركم تقول لهم ايه؟ اقول لهم كل الشكر ليكم، محتاجين دعمكم كمان وكمان خصوصا في الاوقات ديت، انا عارف ان انتم عمركم ما تتخلوا على الفرقه، كل المنظومه في النادي الاهلي حتى طبعا كابتن ايمن وضيوفه طبعا كلهم داعمين لينا خصوصا في الماتشات اللي فات في الماتش اللي فات، بشكرهم طبعا ووعدهم ان شاء الله اللي احنا هنعمل اقصى جهد لينا عشان نسعد دايما جمهور النادي الاهلي. شكرا كابتن سامي، اتمنى لكم التوفيق باذن الله. كابتن ايمن ده كان لقاءنا مع كابتن سامي قمصان المدرب العام لفريق النادي الاهلي، الف مبروك لحضرتك وضيوفك الكرام وكل جماهير النادي الاهلي، ورب دايما النادي الاهلي في بطولات وانتصارات وانجازات. كلمه كابتن ايمن اتفضل.